السيد مقداد الشريف رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوض العليا للانتخابات، نشكرك جزيل الشكر. يا أخويا بعزمنا بالسياحية هنا، دمرنا أطفالنا، جبنا نشرب مي من الخيشة، هذا مي ماكو، مساعدات ماكو، سدنا الطرق علينا، ريد أبو مجلس المحلي المحافظ بس استحنا طريق نرجع لهنا. تشهد المدينة السياحية في الحبانية التي لجأ إليها الآلاف من النازحين هاربا من المعارك في الفلوجة، تشهد وضعا إنسانيا مأساويا أثر قطع إمدادات الغذاء والدواء عن المدينة منذ ما يقارب الشهر. وحصلت الشرقية نيوز على صور فيديو من داخل المدينة السياحية تظهر كيفية نقل المرضى والمواد الغذائية والطبية من خلال الزوارق عبر بحيرة الحبانية إلى جهة الخالدية شرقي الرمادي. هذا ويقدر عدد النازحين إلى المدينة السياحية في الحبانية من 35 إلى 40 ألف نازح تركوا ديارهم بسبب عمليات القصف العشوائي والاشتباكات المسلحة. يا أخويا بعزمنا بالسياحية هنا، دمرنا أطفالنا، جبنا نشرب مي من الخيشة، هذا مي ماكو، مساعدات ماكو، سدنا الطرق علينا، ريد أبو مجلس المحلي المحافظ بس افتحنا طريق نرجع لهنا، كل شيء مريض. الله يخليك. شو اقول لك؟ ما اعرف. اطفال اجاز عندنا ما تزنيها نادي فنان السياحيه. وتغرق احياء مركز مدينه الرمادي بالمياه الآفنه منذ ايام اثر تخوف كوادر البلديه من الدخول اليها لسحبها خشيه التعرض للاستهداف، ما ادى الى انتشار الامراض بين الاهالي. وجه سكان منطقة الشرطة وسط الرمادي انتقادات لاذعة للسلطات المحلية التي تتجاهل نداءاتهم المتكررة وتبرر التقصير بانعدام الأمن في مناطقهم. احنا منطقة حي الشرطة مظلومين صار 6 أشهر، هذا المي ما حد انزحه، ونروح عليهم يقولون احنا نخاف ان يعطونا سيارات احنا نشتغل بهن، على احنا نتعهد بهن، احنا نسحب المي ونوديه وين ما يريدون نوديه، شنو كل يوم بسيارة شرقية وبسيارة غربية، يعني بس على الكورنيش يفترون؟ ليش ما يجون سيارات تسحب مي؟ شنو ذنبنا احنا نفوت بالمي؟ هذا امراض جانا الصيف الحاس اكلنا، ما يصير هيك. رحنا 4 شكاوى 5 شكاوى، المنطقة اشتكت عليهم وراحت يمهم، يقول احنا ما نقدر نطب هناك، هاي عوائل كلها واقفة، خلي ينطون سيارات وولدنا وياهم يعاونوهم، ما يصير هيك، الله ما يقبلها، مو قاعدين بس على الكراسي. وهاي معاناتنا تشوفها فوق 6 أشهر، نروح عليهم يقول هاي المنطقة مو أمينة. نروح نجي نفس الحالة، قاعد المأساة الزود ما قاعد تنقص. وتريد المسؤولين يطلعون يمدحون هذا المي. الاضرار هاي المواطنين يخوضون بها، المرض تخوض وتقع، على مال من؟ تنكرات ما عندنا، يعني سفرات ما عندنا، معدات عندنا، كل شيء موجود. المسؤول لازم يتحرك بالوطنيه على بلده ويحاضر على بلده ويحمي بلده، مدارس عندنا مهجوره، ابناء المدارس هاي كلها جاعده، ليش ما تداوم؟ وكل العوائل رجعت، ليش ما يداومون؟ لعدم ماكو كفايه احد يطلع. بس حدهم الكراسي، الكرسي كل واحد يحكي يبصم كيفه، احنا نريد الفعل امام المواطن. وامام لنا السيد طه عبد الغني عضو مجلس محافظة الانبار، اهلا بك يا سيد طه، يعني من جهة المسؤول المحلي في محافظة الانبار يقول ان الرمادي الوضع الامني في الرمادي مستتب، من جهة ثانية شوارع الرمادي تغرق بالمياه الآسنة بحجة ان الوضع الامني غير مستتب، نريد ان نفهم. اولا مرحبا بكم وبكل مشاهديكم الكرام. في الحقيقه موضوع الوضع الامني يعني وان كان مستقر فهو استقرار نسبي، الا انه موضوع الخدمات يجب ان تقدم الى المواطنين في اي حال من الاحوال، يعني الواجب الحكومه المحليه او
نستخدم خدمات الى 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 المواطنين بغض النظر عن الوضع الامني مستقر او 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 غير مستقر، لانه مو معناته انه يعني موضوع الوضع الامني يكون عكازا نتاكد عليها في الحفر المحلي، وبالتالي نقصد الخدمات الى المواطن. المواطن يجب ان تقدم الخدمه الى، يجب ان ان تقدم الى المواطن بغض النظر عن اي امور اخرى. نعم تتحدث وتقول يجب ان تقدم الخدمات، ما انت عضو في المجلس المحلي لمحافظة الانبار للمواطنين، نحن مع المواطنين في كل ما يذهبون الى نعم الوضع في المحافظة لا يرتقي الى مستوى طموحنا، وبالتالي يجب علينا ان نقدم كل ما نستطيع ان نقدم للمواطنين. نحن معهم حقيقة في كل ما ذهبوا اليه، نحن نقدم معاناتهم فيها، وبالتالي على كل مدراء الدوائر في المحافظة ان يحثوا الخطأ ويكون أكثر جدية في تقديم يعني الخدمات إلى المواطنين. أعتقد إحنا في مجلس المحافظة يعني ومن يوم غد سنعمل جاهدين مع كل مدراء أنه يقدم الخدمات إلى كل يحتاجها المحافظة. سيد طه، أولا تتحدث وكأنك لا علاقة لك بالحكومة المحلية، أنت عضو في مجلس محافظة الأنبار، هذه نقطة. لماذا يوم غد؟ لماذا لم يكن يوم أمس على سبيل المثال؟ لماذا بالغد؟ لماذا هذا التأخير؟ تمام. يعني بالعكس أنا يعني أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار ونحن في مجلس محافظة نعمل جاهدين يعني أن نقدم كل ما يساعد العكس في مجلس محافظة الأنبار، يعني واحد من المجالس اللي تحملت المسؤولية ووقفت مع أبناء المحافظة، لكن الذي يتحدث عن خدمة تنفيذية مجلس محافظة نعم يراقب يشرف يعني يتعامل مع الشكاوي اللي تقدم إلى ويأخذها على محمل الجد. أنا الآن شفت التقرير اللي أرض على قناتكم الكريمة، وكان من قبل يوم غد يعني يوم غد أنا يعني سأعمل على أنه أستدعي مدراء المجاري مدراء البلديات في قضاء الرمادي وفي المحافظة، وحتى نعرف شنو سبب التقصير يعني بكمية المياه الآسية المتراكمة في الأحياء اللي قدمتها في تقريركم. نحن في مجلس المحافظة يعني نقدم أو نقوم بدورنا التشريعي والرقابي، نعم لأن أرجع وأكرر الموضوع موضوع تنفيذي، ويجب علينا أن نتحمل مسؤولية بقدر من التنفيذيين. أنا لست متهربا من مسؤوليتي كعضو مجلس المحافظة، نعم أنا مع الأمور في جملة وتفصيلا. نعم، مجلس المحافظة معروف أنه يقوم أيضا بواجب رقابي على السلطة التنفيذية في المحافظة، هذه من جهة. من جهة ثانية نتحدث عن موضوع آخر، موضوع المساعدات. يعني نسمع بأن هناك مساعدات وصلت للنازحين من الفلوجة، وهناك معاناة إنسانية حقيقية في مدينة الحبانية السياحية، 35 إلى 40 ألف نازح من الفلوجة ذهبوا إلى الحبانية. هذه المساعدات يعني إن كانت موجودة لماذا لا يتم توزيعها على المحتاجين لهذه المساعدات؟ نعم، يعني بالحقيقة يعني أنا أحتاج الوقت الكافي ليبين هذا الموضوع، لأن الموضوع حساس وخطر جدا، موضوع المساعدات الإنسانية اللي تأتي إلى محافظة الأنبار. بداية ما يعني لا زال موضوع المساعدات دون مستوى طموحنا ك يعني مسؤولين في المحافظة أو حتى كمواطنين. موضوع المساعدات نسمع من خلال الإعلام، من خلال الأوراق الرسمية لبعض الوزارات عن تقديم مساعدات مهولة إلى محافظة الأنبار تحديدا إلى العوائل الناجحة، إلا أنه على أرض الواقع فهو يعني لا يرتقي إلى توزيع حتى يعني المستوى الأدنى من احتياجات العوائل الناجحة. موضوع المدينة السياحية في الحبانية يعني حقيقة لا يكاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية وحسب، إنما تحول إلى 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 موضوع حتى كارثة بيئية. يعني أكثر من 40 يعني 1700 عائلة مسجلة رسميا لدى يعني قاعدة بيانات في مجلس المحافظة، 1700 عائلة تعاني أشد ما تعاني من أساءات في تقديم الخدمات، في تقديم في قلة الطعام وقلة ماء الشرب. أيضا يعني المدينة السياحية الحبانية مقطعة الأوصال مع كل ما يحيط بها من مدن. أنا شخصيا
مع سيد رئيس مجلس المحافظة، مع أعضاء مجلس المحافظة، التقينا بالمسؤولين الأمنيين في المحافظة، المسؤولين على العمليات العسكرية، طلبنا منهم أن يفتحوا ممر لوصول المساعدات إلى تلك العوائل في المدينة السياحية، برغم الوعود اللي قدموها إلى أنه إحنا أعضاء مجلس المحافظة. قدمت لدينا الكثير من الوعود على فتح طرق آمنة لإيصال المساعدات إلى تلك العوائل، إلا أن لحد هذه اللحظة لم تنفذ الوعود. ما زالوا العوائل المدينة السياحية يعانون بحصار اقتصادي وحصار إنساني كبير جدا. وأيضا أناشد يعني من خلال فضائيتكم الكريمة، أناشد جميع من لديه القرار بفتح ممرات آمنة، عليهم أن يفتحوا ممرات آمنة بأقرب وقت ممكن لإيصال المساعدات إلى تلك العوائل. العوائل هناك تعاني الموت في كثير من الحالات، لا ماء شرب، لا دواء، لا غذاء، العوائل مكدسة بعض يعني فوق بعض، فلا يعني لا يفتحون لهم الطريق حتى يرجعون إلى مدنهم، ولا يفتحون طريق إيصال المساعدات لهم. إذا كان هو الموضوع قتل جماعي لهؤلاء العوائل، فليعلن على المدى حتى لا نكون إحنا بالصورة. إحنا الآن حقيقة نعاني حركة بالمحافظة، الناس اللي بالماء، الناس تطلب من عندنا، وليس بيدنا قرار فتح الطرق أو قرار تحديدا بيد الأجهزة الأمنية. أنا شخصيا اتصلت بالعديد من القيادات الأمنية وعدوني خير، إلا أنه على أرض الواقع لم ينفذ شيء. وبالتالي إحنا يعني غير متوقفين عن موضوع المناشدات، وسنعمل في كل إمكانياتنا في سبيل فتح ممرات إلى محافظة الأنبار. شكرا جزيلا لكم. محافظة الأنبار حقيقة أنا قلت قبل كم يوم عن المساعدات اللي قدرت من مجلس النواب، بس يعني وصلت ألف سلة غذائية توجهت إلى المنطقة الغربية بأسماء نواب معينين، يعني كل نائب توزعت اسمه 250 سلة غذائية بدعايات هدية السيد الفلاني والمسؤول العلاني. حتى معاناة أهل الأنبار أصبحت أداة ووسيلة لتسويق ودعاية انتخابية، مع كل الأسف أقولها وأكررها، مع الأسف أنه تتحول معاناتنا إلى 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 تسويق إعلامي يعني للتغطية عن فشل مجلس النواب في التعامل مع أسف محافظة الأنبار. أكررها على الملأ وأعلنها بشدة، مجلس النواب أثبت فشل، أثبت هو أداة لقتل أهل الأنبار بدلا من أن يساعدهم. كان المفروض كمجلس نواب مجلس التشريع كان أولى بي أن يسمع بجلس شطر عليها يعانش من خلال أزمة محافظة الأنبار. نحن حتى وأريد أكشف لك يعني أمر قد يكون رائد على الملأ، حتى قبل أسبوعين لما دعينا مجلس محافظة الأنبار إلى حضور جلسة مجلس النواب في 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 في, في جلسة تشاورية يعني سبقت جلسة يوم الخميس، لاحظنا انقسام مجلس النواب على نفسه في التعامل مع أزمة أنبار. هذه الجهة تريد أن تكون هي المتصدرة، في الجهة تريد هي أن تكون المتصدرة، وبذلك أرادوا أن تتحول قضية أهل الأنبار ومعاناة أهل الأنبار مجاهدة وتسويق سياسي على حساب أهل الأنبار. فرفضنا بشدة حضور جلسة مجلس النواب بأنه لم نعتقد بلحظة أن تكون جلسة جادة لمعالجة نتمنى أن تكون أدعو مجلس النواب إلى الحملة التاريخية والقانونية، وخلي يسوون شغلة واحدة زينة بحياتهم خلال هذه الدورة الأربع سنوات، خلي يبينون شغلة واحدة زينة سووها بحياتهم، وأن يتعاملوا بأزمة محافظة الأنبار بما تستحق. نعم سيد طه عبد الغني، أنا أشكرك. ضيق الوقت يعني تركنا لك، أنت أردت أن يكون لك مساحة في الكلام للتعبير عن الإجابة عن سؤالي. شكرا جزيلا لك سيد طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة الأنبار. خلف عندي ياسو جيب الجهاني، الحمد لله الله كترنا جيب الجهاني كذلك على البيت كان يسير لك إجابة. فلعنا تدري إحنا أبناء المنطقة والمحلة وجارنا والولد والجو والأنقاض. في تطورات الأحداث الأمنية في العراق، سقط 20 شخصا بين شهيد وجريح إثر تفجير قوي استهدف منزل ضابط في قوات التدخل السريع وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. مصادر أمنية قالت أن مسلحين مجهولين فجروا جلكانات مفخخة بمادة السيفور الشديدة الانفجار وضعت في محيط منزل ضابط بقوات التدخل السريع في منطقة الحي العصري
وسط تكريت ما أسفر عن استشهاد 4 من أفراد أسرته وإصابة 6 أشخاص، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل المجاورة. هذه الانفجارات مستمرة يعني تقريبا، وانت تدرون كل سنة انفجار يعني، واثناء الانفجار اكو انفجار. انا هذا بيتي شوف شلون بيت انقمر يعني، قررت يعني هذه يعني دخلت على البيت وجبت جهالي هم الحمد لله الله سترنا، جبت جهالي شفت على البيت وكان يصير الانفجار. طلعنا تدري احنا ابناء المنطقة والمحلة وجارنا والولا ظل جوا الارقام، وطلعنا جينا بنحاول نطلعوا شوف شلون. واحد من الولد صاحب ترى اكو جلي كان ثاني الحكي، طبعا ماكو شرطه بس الدفاع المدني الناس جو خطيه واحد من المصور. فتدري على ما تفرقنا على ما انهزمنا تدري الموضوع يعني مفاجئ، وصار الانفجار الثاني هم راحوا يجي 4 ضحايا. تفاقمت الاوضاع الامنيه مجددا في ديالى لتسجل هجمات جديده لعناصر ميليشيات ومجاميع مسلحه في بعقوبه وناحيه بهرز. فقد افادت مصادر امنيه ومحليه بان مسلحين سيطروا على بهرز جنوب شرقي المحافظه بعد هجمات مسلحه شهدتها الناحيه اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.